السلام عليكم خاوتي يا زول في اللون. خاوتي حبينا نهضر عفسه من بعد ميسون الجاليه سميتو في باري هكذا كيما نقولوا الحيره تاع باري ولا تاع كندا ولا كيما نقولوا مكتمل مع تاع الجزائر كيما نقولوا كارنا في نضال واحد. انا كيشوف الحيره تاع لا ريبوبليك الواحد داير كاري هنا في الحيره ما خرجش كاري ما نديروش لي باف كل واحد كاري تاعو ودايا 50% تهضروا على النظام 50% هذا اصبر يا خو 50% كاري يعطيك في كاري ايديولوجيا تعطيك ايديولوجيا. انا ماناش في السياسه هذيك انا في السياسه الثوريه وانا متمنين منكم انا متمنين منكم ديروا لنا السياسه الثوريه كما نقولوا ديروا كما نتوما في الخارج ديروا كشوا عبان رمضان تكسبوا البلدان تكسبوا البلدان تكسبوا هذه الثوره هذه تعطوا لها شرعيه عالميه الثوره السلميه تعطوا لها شرعيه عالميه هكذا عبالي بلي كاين ناس يخدم والناس عبالي بلي الناس يخدم عبالي بلي الناس راهي كيما نقولوا راهي تناضل على العفسه هذه بصح ان شاء الله تكونوا كاع كيما نقولوا تناضلوا على العفسه هذه على اجل الجزائر ماشي ايديولوجيه وكل واحد كيخمم ودير كاري تاعك وباف شكون يجيب الغاشي مانيش السياسه هذيك ودير سلسله وتمشي مانيش السياسه هذيك انا في سياسه ثوريه وخوتي المخابرات الجزائريه بين قوسين كيقول الجزائر المخابرات الجزائريه لازم دير بين قوسين راكم بهدلتونا بهدلتو ما تبهدلنا انتوما تبهدلنا انا كيشوف المعلومات يطيروا من واحد لواحد والمعلومات اللي الداخل من عندكم وما حميتوهمش ما تقدروش تحموا بلاد انتوما انتوما ما تقدروش تحموا بلاد حبيبي يقول راكم مخاطر على المصلحه الوطنيه واللي تضروا بالمصلحه الوطنيه مادام المعلومات مادام 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 ما قدرتوش تحموا روحكم انتوما في بيتكم في داركم في كيما في الكازيرنا تاعكم ما تقدروش تحموا روحكم هذه يعطيك ايمان بلا ما نقول سراقين وكذا ما علاه ما تقدروش تحموا روحكم حبيبي يقول ما تقدروش تحموا بلاد حبيبي يقول انتوما خاطر لمصلحه البلاد انتوما خاطر الامن القومي الجزائري حبيبي يقول ما نسحقوكمش وتنحاو كاع وماناش حابسين وكي تشوف الشباب تاع الثوره هذوما تشوف الوعي اللي عندهم وكيف حبوا يطلعوا بلادهم والانرجي اللي عندهم والانرجي اللي هم تسيبوا يجي من الغرب يجي من الشرق يجي كذا يجي بالعج الله مر باش يطلع بلادهم باش ينحي الاستعمار هدايا لو كان جات دولة لو كان جات النظام ما نقولش دولة سي دولة دول الجزائر نحكوا نظام فاز هذوما نحكوا هاد لامافيا كيما نقولوا لو كان جاو لي زانتيليجو لو كان جاو يحبوا بلادهم يستثمروا في الشباب هذوما كيف هذوما شباب يحبوا يطلعوا بلادهم يرموا المفتاح المهم يطلع البلاد هما ناسين عندهم مصالحهم الشخصيه حبيبي قلت لهم ما تحبوش البلاد انتوما شفتوا بلي نضوا شباب اللي ما كانوش كل واحد من كان لاهي نضوا شباب على قضيه الجزائر على ماشي بلي الجزائر ماشي باش ينحوكم برك انتوما نظام فاسد تنحاو كي نحيوكم كش نبنوا دول في الجزائر كش نبنوها بديمقراطيه وعلى الجامع كما نقولوا الشعب كاع يسال فيها الجزائر لكل جزائري ما كاش اقصاء ما كاش ما نبنوها 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 كاع ماشي بنيها واحد كيما يتنحاو كاع حتى انا نبنوها كاع كاع العقليات يبنوها كاع يبنوها كيف كيف نخرجوا موديل الجيريا كما نقولوا ماشي لازم نتبعوا موديل سويس ولا موديل فرنسي ولا موديل سعودي ولا موديل شيشاني ولا افغاني ولا اكو فاهمين موديل جزائري نطلع مود الجزائري نخلو لها عندنا كفاءات ورساله رساله للكفاءات تاع الجزائر كاع تاع في الخارج العلماء هكذا هضروا خليتونا وحدنا انا شباب خليتونا وحدنا وين راكم سمحتوا فينا انتوما سمحتوا فينا هضروا كيما الدكتور مينيش هضر هذا هو الوقت مينيكش الدكتور بلقاسم حبه كاين الاف من نعرفهم مين ما نعرفهمش هضروا كون تشوفوا بلادنا تنهار هذا النظام فاسد راهو يبعث للدوله الجزائريه الانهيار نظام فاسد لا مافيا راهو يبعث للدوله الجزائريه الانهيار وانا نستوبيو باش ما الدوله الجزائريه ما تروحش الانهيار وانتوما راكم جايين ونظام جاي في الطريق هضروا كلمه الحق ما بلادنا هذه هي بلادنا كاع هذه ماشي بلادي وحدي انا ولا فلان ولا هذا ولا بلادنا كاع لازم كاع نطلعوا عليها ولازم كاع نضحيوا عليها لازم كيما دار جودنا كيما دار جودنا نديرو هنايا وميساج لخوتنا في الكازينا الجيش الوطني الشعبي الجيش الوطني الشعبي ماشي تاعكم نظام فاسد ماشي تاع تبون ولا شنقريحه ولا توفيق ولا نزار ولا الجيش الوطني الشعبي تاع زواولا هكذا يا زواولا يا خوتنا يا العزاز يا ولد عمتنا يا كل واحد يعيط اللي عنده وليده في الجيش غير يعيط له يقول له يا وليدي الشعب مظلوم يا وليدي الشعب مظلوم خاطر الشعب مظلوم خاطر انتم يستعملوكم وقعوا بكم وديركم في الدار راكم دايركم في الدار تحبي يقول ما كاين والو ميزيريا من داخل الكازيرنا ميزيريا على برا داخل الكازيرنا ميزيريا على برا راكم تشوفوا هنا نطلبوا حقوق الجميع ماشي حقوق المعقوبين حقوق الظالمي حقوق اللي ما عندهمش سكنه وحقوق نضربوا عليهم كاع باش نستقلوا بلادنا كي يستقلوا بلادنا كل واحد يدي حقه كل واحد عنده حقه في بلاده خاطر يسال فيها ماشي انا مدلي حقه ولا فلان حقه خاطرش خاطر الجزائري هذا مكان خاوتي هذه هي وغدوه ان شاء الله الجمعه 109
بقوه في العاصمه وكاع الولاد ونخرجوا لهم وسلميه سلميه خاوتي وصحاب جيليات سلميه وكدايا منا ما تلبسليش جيلي ما والو سلميه طبقها كاع نطبقوا سلميه بلا ما نلبسوا جيلي كاع نلبسوا جيليات بعد تعب لنا موراهم شكون كدايا شغل سيستم جيليات بعد ديرها لي تروح لي البرلمان بالجيليات ايكيب سلميه ودير لي هكذا لا لا خاوتي خلونا ما تمسخير ما نجمش نحب نصحاب سلميه ولا ماشي نلبسوا سلميه ولا حبيت نعطيكم الفكره انايا كيف الوقت خلوها عفويه خلوها عفويه بدوش تردونا انا حاب نحو لي كاري من الحراك انتم ما تردونا في لي كاري خاطرش الشعب اللي راهو برا ماهوش يقول حاجه لي كاري الشعب اللي راهو يشوف برك سبيكتاتور يشوف الحراك على بالو بالحق وما يروحش الحراك على جا لي كاري هما النظام يستعمل لي كاري قال لي هام لي شكون يمشي الحراك هام لي شكون هاي راشد يمشي الحراك هاي الاسيد يمشي الحراك هاي الامير يمشي الحراك هاي لي كاري هم يستعملوا لي كاري هم يستعملوا لي كاري الدولة تستعمل لي كاري باش يقول لك ما يهمني ماشي تورك على الشعب هنا نحن لي كاري ماشي تدير لي سلمية بعد كان نجيب لك بجيلي اوروج وهذه تجيب لي بجيلي مارون سلام عليكم نقولوا كاع جيليات وسلام عليكم نجيب لك 1000 واحد بجيليات 200 شحال كاين 300000 واحد نجيب لك 200000 واحد بجيليات وبعد كذا جيليات لا لا باش ما يحكموناش ما يستعملوش الورقة هادية باش يكرهوا الناس في الحراك اللي الناس ما عبالهاش اللي الناس ما عبالهاش هما صوتنا برا اطوار حراك ليه ما بلاش بالحراك راهي عايشه هذه الخطيه راسي لازم نوصلها صوتنا وصوت صوتنا ما خلوهمش نلعبوا معاهم ما في العفايس تاعهم اللي يحكمونا بهم ما خلوهمش ولا حبوا يحكمونا بكاري نحوا كاري هذاك راه كاع مواطنين خرجوا من الجزائر ماشي ماش نديروا في السياسه ماش نديروا في السياسه شكون يحكم ولا انا مطلع بلادنا باش راح استعمار خلونا من كاري خلونا غادي تجيب لنا غير المشاكل باش نهضر من الاخر والله غادي تجيب لنا غير المشاكل بدات في باري لحقت في الجيري لعبت في الجيري على بالي كاع الحكايه كيف هكا منا خاوتي ما في باري في الغالب بليك اتصالحوا بيناتكم خوا العجلنا وحده على جالنا مع اللي في خاطرنا الله يستركم انا حلو فيكم انا في الميدان سبحان الله انا فوم سبع انا من صوص سبع يديك الحبس مع بابا في زيد ديال الحبس فاصا فاصا يجي يضربك ودايا منا وتهديد وكذا تسنى كلش وانا قبلي كلش على بلادنا وما ناش خايفين وانا قبلي كلش على بلادنا كيما جاتجي من الاخر كيما جاتجي على بلادنا اقسم بالله كيما جاتجي مي مخبر ني تاع توفيق ني تاع زمزار مي شكون عطيني كيجي بن علي بن علي مي شي قريحه شو حجر دوال جينيرال كي حجر دوال جينيرال حدا اخر نقولو حاب يقول مع بنا حتى واحد اكلوا ما تعرفوا بينا راه ما عندناش هنا ولاد الشعب انا خرجت مصوب الشعب والله ما تعرفوا حتى واحد وسلطان الشعب تقعد سلطان الشعب حبيب بلادنا طلع هذا ما كان يا خوتي يا باري على بريسيز باري الله يسركم على جنة الله على جنة على جنة يا اخي انتم سامتينا كونوا سامتينا ما تكونوش تكسرونا هكذا شغل ما شغل كي يشوفوكم هكذا ديزيسبيريو هنايا ديزيسبيريو على من ضربوا بياتهم ضربوا بياتهم على ضربوا بياتهم وهي رايحه على بالك شدات على بالي ولا سقط وين عدات خلونا الله يستركم والسلام عليكم هذه هي وجمعه قويه وما ناش حبسي وتسعيد تسعيد او جيت تسعيد خوتي او جيت تسعيد هادو ما حشموش ما تلقوا الصحافه ما تلقوا العداله الصحافه ما خلوها بعد حب يقول ماهمش نيتهم يغيروا مع الشعب عارفين حب يقول شنو لازم لهم التسعيد هنا تسعيد كل يوم نخرجوا والسبت شويه تنظيم تنظيم من اجل التسعير ماشي تنظيم باش عطل الحراك تقول لك تنظيم يقول تسمت الحراك واش تسمت الحراك تنظيم باش نصعد تنسيق باش نصعد شكي نزي خاوتي منا وشكي خاوتي منا وشكي خاوتي منا نكونوا غاشي هكذا لازم تمام في التسعير يكون تنظيم نكونوا مورغانيزي ننظموا الامور التسعيريه هذا ما كان باش نصعدوا باش نقدروا نضغطوا على النظام هذا ما كان ماشي نصعدوا باش نروحوا ننظموا باش نروحوا الحوار ولا ماشي نروحوا الحوار ما والو فاهم تنظيم ميداني كما قال خويا ماشي سياسي هذا ما كان والسلام عليكم وما راش حابسين ودنا حاو كاع وتحيه كاع خاوتنا كاع خاوتنا وكاع كاع الاحرار ما مخاوتنا اللي في الحراك واشرار كاع كيما نقولوا كاع ما راناش حابسين وكاع رانا كيف كيف وخوا خوا الجزائر حره ديمقراطيه وما راناش حابسين كاع ودنا حاو كاع